محدثتكم باولا حدادين. يهدف هذا الفيديو إلى التعرف على آلية الوصول إلى كشف بالأمور المالية للطالب. نعبر على أي متصفح للدخول أو للوصول إلى موقع الجامعة. ونطبع عنوان الجامعة e-learn.aou.edu.jp. Enter. لست بحاجة عزيزي الطالب إلى الدخول إلى نظام الجامعة لكي تصل إلى هذا الكشف. يكفي النقر على أيقونات التسجيل الإلكتروني حيث تنقلك إلى نظام خدمات الطالب الإلكترونية. الأعلام تمثل الدول التي يوجد بها فروع للجامعة. ننقر على فرع الأردن. دخول. في خانة اسم المستخدم نطبع الرقم الجامعي للطالب، وفي كلمة المرور كلمة السر الخاصة بكل طالب، ومن ثم دخول. الشريط في أعلى الشاشة يوضح الخدمات التي يقدمها أو تقدمها الجامعة للطالب، والأيقونات في منتصف الشاشة تمثل نفس هذه الخدمات. ننقر على أيقونة رسوم الطالب. يظهر كشف يمثل البيانات أو القيم المالية التي تترتب على الطالب، وهي تمثل رسوم تسجيل المواد، قيمة المواد التعليمية، رسوم التسجيل، ورسوم صندوق الطالب للطالب المحتاج. نقوم بطباعة هذا الكشف من خلال نقر على أيقونة الطباعة. بعد الانتهاء ننقر على أيقونة خروج.